النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي إن شاء الله تكون بتهم حضراتكم، لكن في البداية خلينا نبتدي بالأحداث اللي حصلت امبارح وأبرزها استقبال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق حننا والسيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. يمكن في حياة الأمر كان في مجموعة متنوعة فعلا منا زي ما قلتي في الأخبار التي حدثت بالأمس، لأن خلال هذا اللقاء تسلم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس الموريتاني تضمنت تأكيد حرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية ما بين البلدين. وامبارح كمان كان في مؤتمر صحفي لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن الرخصة الذهبية وطرح الشركات في البورصة. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للفريق حنان والسيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، وده بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي. وخلال الاجتماع سلم الوزير الموريتاني رسالة خطية للرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني تضمنت تأكيد وحرص موريتانيا على توطيد العلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين البلدين وتعزيزها في مختلف المجالات. امبارح كان في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اتكلم فيه عن عدد من الموضوعات المهمة وعرض نموذج لشكل الرخصة الذهبية اللي تم إصدارها، وهي في صورة كارت ذكي عليه QR كود بيتيح الاطلاع على كل البيانات الخاصة بالرخصة، ودي واحدة من 9 رخص تم إصدارهم بالفعل، ده غير إنه في 4 رخص جديدة تمت الموافقة عليها وحالياً جاري استكمال إجراءات إصدارها. وقال رئيس الوزراء إنه الهدف من الرخصة الذهبية هو تمكين القطاع الخاص من التوسع وزيادة الأنشطة من أجل خلق فرص عمل جديدة. كمان امبارح في المؤتمر الصحفي قال رئيس الوزراء إنه برنامج الطروحات في البورصة هيتم الإعلان عن تفاصيله الأسبوع اللي جاي، وإنه عدد الشركات اللي هيتم طرحها هيتجاوز 20 شركة وهي شركات بتطرح لأول مرة. وقال كمان إنه الهدف من طرح الشركات في البورصة أو لمستثمر استراتيجي هو مشاركة أكتر للمواطنين والقطاع الخاص في عملية التنمية. امبارح برضو اتكلم رئيس الوزراء عن التحديات اللي بتواجه القطاع العقاري، وقال كان هناك تحديات بتواجه القطاع العقاري في ضوء زيادة أسعار مستلزمات البناء، علشان كده تم التواصل مع ممثلي قطاع التطوير العقاري وحددوا عدد من المطالب، وتم إصدار قرارات مهمة لدعم قطاع التطوير العقاري، وأهمها مد المدد الزمنية للمشروعات بنسبة 20% للمدة الموجودة وترحيل الأقساط المستحقة لنفس المدد لتقليل الضغط الواقع عليهم. امبارح غادر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء للعاصمة السنغالية داكار على رأس وفد رسمي، وده للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة الثانية لقمة تمويل تنمية البنية التحتية في أفريقيا واللي بتستضيفها السنغال على مدار يومين النهاردة وبكرة. وفي جولة المحافظات معانا مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة والأحداث اللي حصلت امبارح في المحافظات المختلفة، ومنها تسليم الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة في الدقهلية والمنيا. كمان بتتصدر المحافظات في تنفيذ برنامج مشروعك بإجمالي 22900 مشروع. كمان معانا منا في حقيقة الأمر يعني محافظات مصر لا تخلو من الأخبار، سواء كانت يعني أخبار في الجهاز التنفيذي للدولة أو أخبار بتهم المواطن، وهو الشغل الشاغل دايما يعني اللي من أجله بيعمل الجهاز التنفيذي تحديدا، لأن معنا خبر عن مد فترة معرض أيادي مصر للمنتجات الحرفية واليدوية اللي بيقام حاليا في الغردقة. كمان في أخبار تانية معنا نستعرضها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من المنيا اللي تصدرت محافظات الجمهورية في عدد المشروعات اللي ممولها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك، وحيث تم تنفيذ 22.9 ألف مشروع بقروض تجاوزت 2.8 مليار جنيه. المشروعات دي وفرت 239 ألف فرصة عمل.
في الدقهلية تم تسليم الدفعة الثالثة من معدات النظافة وتحسين البيئة بعدد 6 معدات ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023، وهيتم توزيع المعدات دي على مراكز حي الشرق، المطارية، السنبلاوين والشربين. في الشرقية تم الإعلان عن الانتهاء من إنشاء 50 مركز تكنولوجيا بالوحدات المحلية والانتهاء من تدريب العاملين بهذه المراكز. في البحر الأحمر تم الإعلان عن مد فترة عمل معرض أيادي مصرية المقام بمدينة الغردقة بالممشى السياحي حتى 6 فبراير نظراً للإقبال الشديد عليه. في جامعة المنوفية تم افتتاح فعاليات مشروعات معرض العلوم والهندسة للعام الدراسي 2022-2023 واللي بتستضيفه كلية الحاسبات والمعلومات وبيضم معروضات للطلاب بمراحل التعليم قبل الجامعي. في بني سويف انعقدت اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة وتم قبول 103 طلب جديد لتقنين أوضاع الأراضي إلى جانب قبول 41 طلب إعادة عرض ليصل إجمالي عدد الطلبات اللي تمت الموافقة عليها حتى اليوم 4189 طلب في حين وصل إجمالي العقود اللي تم تحريرها 2533 عقد. في شمال سيناء تم إطلاق معرض الفنون التشكيلية وورش الأطفال بقصر ثقافة العريش لاكتشاف المواهب الفنية والأدبية، وخلال الحفل الفني قدمت فرقة العريش التلقائية فقرات غنائية من التراث السيناوي بجانب عرض للفرقة الاستعراضية للأطفال برقصات وأغاني متنوعة. في السويس تم افتتاح معرض أهلاً رمضان لبيع سلع المواد الغذائية والتموينية بميدان الأربعين بأسعار مخفضة وسط إقبال من المواطنين.